السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مرة أخرى. هلأ في الزيرو هون ظهر عندنا أنه هو empty لكن هو ليس null، صح؟ هلأ بيفيدنا كثير بعمل الابليكيشنز. كيف؟ كثير من المرات لما أنت تريد تعمل application تطبيق للموظفين، أوكي؟ عندك big company need to make a database for this company with all employees. هلأ أنت بتجيب هذا الemployees في داخل هذا الكومباني الموظفين، مثلا انت بتطلب من عنده تحديد العمر، اوكي؟ فلما يجي الشخص يريد يحدد عمره وضع مثلا خانة فارغة او وضع مثلا صفر، اوكي؟ هنا في هذه الحالة اذا وضع القيمة صفر، الصفر في الـ PHP بتعتبر empty فارغة. هذا يفيدك كثير انه انت لو كان الإجابة العمر إجبارية لوضع قيمة صفر، بهذه الحالة عفوا تضع if condition انه لو كان العمر الموظف empty فقط، انه empty or null او null، لانه انت تعرف انه null، اوكي؟ null it's not empty، اوكي؟ sorry null also it's where is this one null is also empty, okay, but not set, okay, is not set. فبهيك حالة هي أيضا empty، هي تعتبر من الempty، من الempty value, okay, this one like this, okay, هذا من الempty value, okay. لكن هون أنت عندك شنو not set. فإذا في حال إذا كان الموظف وضع قيمة صفر أو string صفر، okay، أو ما وضع أي value it's not خلينا نقول is not set، بهيك حالة انت حتستفاد شو؟ حتستفاد انه انت تجبره انه هو يضع عمره، اوكي؟ يعني ممكن تعمل two conditions empty or not null، بهيك حالة او empty or null. بهيك حالة ممكن بالif condition لما بقوم بادخال بيانات تجبر المستخدم انه هو يقوم بادخال القيم الصحيحة، او ما يدخل قيمة فارغة، او ما يدخل null، او ما يدخل قيمة الزيرو في الداتابيز، لا، وانا ما يكتب عمره او يختار العمر، اوكي؟ فبهيك حالة حيفيدنا كثير استخدامات النول واستخدامات هذه الفانكشنز اللي منها is null is set empty والvar dump، اوكي؟ الvar dump هو الكشف data type، اوكي؟ حتى نعرف نوع الداتا تايب اللي احنا بنستخدمها. اذا null is a special data type which can have only one value null. قيمة اللي ما تضعها لل PHP اوتوماتيكيا حيضع هذا ال variable قيمتها null، اوكي؟ النقطة انتهى. فال variable اللي 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 ما تعين لأي داتا، يعني ما تضع لأي قيمة، هو حيحسبها null اوتوماتيكيا، حيعمل لها assign to a value null، اوكي؟ إذا لهنا احنا خلونا نوقف ما دام الموضوع النول انتهى. نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامة.